بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في موقع توبروف.بلوكسبوت.كوم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على كيفية تسريع الفيديوهات او كيفية تسريع المشاهدة في اليوتيوب بالنسبة للناس اللي عندهم 3G الاتصالات او لميزتين، راكم عارفين الكونيكسيون. مهم، اول حاجة ندخلوا للرابط يوتيوب سلاش فيدر تيري بيتا، كون اكتيفيو هاد لا فيرسيون هادي، كنكليكيو على هاد ديال هذا نسول كليك صافي، وكنمشيو نرجعو يوتيوب ديالو. هنا كنلاحظو ان التنسيق ديال الصفحة مبقاش كيما هو، كنلاحظو ها هو العنوان فين ولا، يعني الصفحة مبقاتش منظمة مزيان، ولكن هادشي تيرجع لصالح الناس اللي عندهم انترنت ضعيفة، لانه كيسرع من المشاهده ديال اليوتيوب، ما كيبقاش تقيل بزاف. هذه خدعه بسيطه كتمكننا باش نسرع المشاهده ديال اليوتيوب. حتى نتلاقاو في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.